السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم مليحه. بقى معكم ياسمين البتول، مصوره فوتوغرافيه في مجال تصوير الطعام. راح تكون معكم اليوم لاجل عمل ورشه في تصوير الطعام، وراح تكون بدايتنا في اليوتيوب. مجال تصوير الطعام هو احد المجالات المشهوره جدا في عالم التصوير. كاين تصوير ويدينغ، كاين تصوير اللي هو تصوير اعراس عفوا، كاين تصوير طبيعه، كاين تصوير البورتري اللي هو تصوير اشخاص، ومن المجالات هذو ايضا كاين تصوير الطعام. بون، شكون الناس هما اللي يصوروا المقله؟ شكون هما الناس اللي انتريسي بهذا الدومين؟ لي بلوجرز، الناس اللي يهتموا بالطبخ، الناس اللي عندهم قنوات في اليوتيوب وعندهم حسابات في انستغرام يشاركوا فيها وصفاتهم، وبطبيعه الحال البنات اللي عندهم ميول نحو طبخ او نحو المطبخ، لانه يحبوا يصوروا الشيء اللي يقوموا به في الدار او الطبخات اللي راهم يطبخوا فيها. سو من بين الاسئله اللي توصلني بزاف، ياسمين نصوروا بالكاميرا او بالتليفون؟ كاميرا تليفون، تليفون كاميرا. بون، واش عندنا احنا؟ كاين الناس اللي ما عندهاش اباري فوتو، دونك راح تخدم بالتليفون. الناس اللي عندها اباري فوتو راح تتعلم من الاباري فوتو. الهاتف نقر ولا شائع برك بالبزاف، بزاف ناس اللي راح تصور غير بالتليفون وتخرج صور بروفيسيونيل. دونك الهاتف ماهوش عائق باش تبدا تدخل دومين معين في مجال التصوير الفوتوغرافي. اذا قررت تصور صورة بالهاتف نقال، فهذا يعني انك راح تتعب بزاف في جودة الصورة. ولكن عندنا سر من اسرار تصوير الهاتف نقال، وهو الاضاءة. الاضاءة بطبيعة الحال دايما ناخذوها بعين الاعتبار، وهي من اساس او القواعد الاساسية في تصوير فوتوغرافي، سواء بالكاميرا او بالموبيل. سو اذا كان الموبيل تاعنا جودة نتاعه ناقصة، نحتاج دائما الإضاءة نخدم عليها باش نغطي هذاك النقص اللي في الجودة اللي يظهر لنا في الصورة. هتكون في نهاية الفيديو صورتين، صورة بالهاتف وصورة بالكاميرا، باش كلا الفئتين يقدروا يقتنعوا بالصورة اللي ممكن يخرجوها. في الأخير ما تنسوش متابعتي على صفحتي في انستغرام، سبسكرايب في اليوتيوب، اي جانب الفيديو.